مشاهدينا الكرام، اسعد الله مساءكم بكل خير واهلا بكم الى نشرتنا الاخباريه لهذا اليوم، اقدمها لكم من تلفزيون رشاد وتشاهدون فيها. بنبيتور ينفي انسحابه من سباق الرئاسيات ودعمه لبنفليس. المحلل السياسي محمد هشماوي يعتبر التغييرات في جهاز الدياراس مجرد عمليه تواري عن الانظار قصد الاحتماء من المساءله. وفي نشرتنا ايضا، البوليس يجهض اعتصام الكنابست ويعتقل 600 أستاذ وموظف. وأخيرا، 6000 مدرسة بدون تدفئة، ولجنة التربية بالبرلمان تسائل الوزير عن وجهة الأموال المخصصة لذلك. إلى التفاصيل. نفى رئيس الحكومة الأسبق والمرشح للرئاسيات القادمة أحمد بن بيتور، نفى ما تناقلته مؤخرا بعض الوسائل الإعلامية حول قراره الانسحاب من سباق الرئاسيات ودعمه في المقابل لترشح علي بنفليس، واصفا هذه المعلومات بالمغلوطة التي تدخل ضمن ما اعتبرها بالمؤامرة التي قد بدأت تحاك ضده، مذكرا أنه كان أول من أعلن خوضه لرئاسيات أفريل، وهذا قبل أن يعلن أي شخص بمن فيهم علي بنفليس ترشحه خوفا من منافسة بوتفليقة، مشددا في سياق حديثه على تصميمه الدخول في هذا السباق على كرسي المرادية إلى آخر المطاف، وهذا خدمة كما قال للجزائر وبهدف إخراجها من أزمتها. أثار التعديل الحكومي الأخير والتغييرات التي شملت أهم أجهزة مديرية الاستعلام والأمن الدياراس أثار الكثير من الجدل حول الجهة الفاعلة الحقيقية التي تسيطر على مقاليد السلطة في الجزائر، وتضاربت القراءات والتحاليل بين من جهة من يؤمن بوجود صراع حقيقي بين جناحي النظام ومن ينفي وجود مثل هذا الصراع، ومن جهة أخرى بين من يعتقد أن جناح بوتفليقة المقعد على كرسي قد سيطر بالفعل مؤخرا على مقاليد الحكم وقد على خصمه جناح الجنرال توفيق، وبين من يرى أن هذا الفوز المزعوم الذي روجت له بعض المصادر الإعلامية هو مجرد حيلة ولعبة تبادل الأدوار على النحو الجاري منذ عقود. ومن بين الأطروحات التي تميزت بقدر كبير من الموضوعية ما ذهب إليه السيد محمد هشماوي المحلل السياسي والأستاذ الباحث بجامعة باريس الخامسة، الذي صرح في حوار مع الصحيفة الفرنسية لكروا، صرح أن ما جرى مؤخرا من تغييرات ليس أكثر من عملية تواري جهاز المخابرات عن الأنظار لغرض الاحتماء. بالنسبة للسيد هشماوي، ليس هناك أدنى شك في أن أجهزة الاستخبارات لم تفقد يوما من ثقلها ونفوذها، وهي من تمتلك السلطة الحقيقية، وأن هذا التعديل الضخم وما بدا أنه تقطيع أوصال جهاز الاستخبارات والأمن الدياراس ليس سوى مسرحية، لأنه ليس من مصلحة الدياراس أن يظهر في العلن وأن يظهر في صورة من يملك مقاليد الحكم، كما أنه ليس من مصلحته أن تنكشف للعلن آليات تسيير الحكم وصنع القرار في الجزائر. ويواصل المحلل التأكيد على أن في الجزائر كانت سياسة الدياراس دائما هي التواري عن الأنظار، مع التضحية بكبش الفداء كلما كان ذلك ضروريا، ومع إحداث عملية تناوب سواء في أوساط الحكم المدني أو العسكري، وذلك لتجنب تقديم الحسابات والمساءلة ولتفادي الهجمات المباشرة، حيث يعتبر هذا الجهاز أن تكريس حالة الغموض والضبابية ضمان له للحفاظ على السلطة. ويدلل المحلل على هذا الجانب من خلال لفت الأنظار إلى أن الفراغ الهائل الناجم عن غياب الرئيس بسبب المرض قد أظهر أن البلد يسير في حقيقة الأمر من مكان آخر، أي من خارج الهياكل الرسمية الظاهرية والمعروفة. وتمثلت الحيلة حسب السيد هشماوي في تقديم الرئيس في صورة الرجل الذي هزم المرض وهزم خصومه الأكثر شراسة وأقصاهم من قمة هرم السلطة، وذلك قصد التمويه على حقيقة الوضع والإيحاء بوجود نوع من الحياة السياسية لصد أنظار المراقبين وإلهائهم بجوانب هامشية، في حين تقوم مديرية الاستعلام والأمن بالإعداد لمرحلة ما بعد بوتفليقة، وكل ذلك ربحا للوقت واستمرارا لحالة الغموض، مما يبين أن النظام السياسي الجزائري يسير بحكم الأمر الواقع من قبل مؤسسات غير رسمية ومن وراء الستار. كما يشير المحلل إلى أن حل جهاز الشرطة القضائية التابع لمديرية الاستعلام والأمن ليست ثورة كما يراد تسويقها، لأن هذا الجهاز سبق له أن أجرى تحقيقات حتى قبل عام 2008 تاريخ إنشاء الشرطة القضائية، ومن ثم فهو ليس بحاجة لهذا الجهاز للتحقيق في قضايا الفساد، لكن ما نحتاج إليه في واقع الأمر هو هيئة قضائية مستقلة تقود عملية مكافحة الفساد. لكن للأسف فإن جهاز العدالة خاضع تماما لدائرة الاستعلام
الاستعلام والأمن. تدخلت وحدات القمع يوم أمس وأجهضت بالقوة الاعتصام الذي كان ينوي المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية لعمال التربية تنظيمه أمام وزارة التربية. وأوقف البوليس ما يزيد عن 600 أستاذ وموظف تم اقتيادهم لمراكز البوليس حيث دونت لهم محاضر سماع، كما عمد أعوان البوليس ومنذ الساعات الأولى لصباح أمس إلى تكثيف تواجدهم بمنطقة رويسو وباشروا عملية تفتيش لكل المرة بهذه الأخيرة وسحبوا بطاقات التعريف من الوافدين من خارج ولاية الجزائر. أكدت البرلمانية فوزية بن سحنون العضوة في لجنة التربية في المجلس الشعبي الوطني، أكدت أن لجنتها ستطالب من وزير التربية تقديم تقارير مفصلة عن المآل الذي انتهت إليه الأغلفة المالية التي رصدت لتدفئة المدارس. وأكدت المتحدثة على أن الوزير ملزم بإجراء متابعة دورية لمسألة التدفئة في المدارس عبر إعطائه لتعليمات للفرق التقنية من أجل صيانة وإصلاح منظومة التدفئة في المؤسسات التربوية التي تشير الأرقام اليوم أن 6000 مدرسة لا تزال إلى يومنا هذا من دون تدفئة. وقبل أن نفترق أترككم مع هذه اللوحات الكاريكاتيرية التي اخترناها لكم اليوم، كما ألفت عنايتكم الكريمة أنه يمكن لكم التواصل معنا على العنوانين التاليين الإيميل info@rashad.tv بالإضافة إلى صفحة النشر على الفيسبوك، أين نستقبل اقتراحاتكم الجادة ومشاركتكم الفعالة التي تسهم في استمرار ودعم تلفزيون رشاد. إلى هنا ينتهي موعد الإخبار معكم، أتمنى لكم سهرة طيبة مع بقية برامجنا وأترككم في رعاية الله.